الدفاع لفالنسيا. ليو اللي حاول التوزيع، تدخل دفاع ناجح من براغان وعكس الهجوم، لكن الضغط العالي، الضغط العالي يمشي ليو يسدد والمتابعة فعلا بامتياز أليكسيس سانشيز نجم الكرة الشيلية بامتياز. إسباقية كتالونية سريعة ومثالية في أقدام تشيلية لأليكسيس سانشيز. برشلونة مشاهدينا الكرام يعود إلى الكرة المضمونة من ركنية أولية، هو ليو في المتابعة الدفاعية، وطبعا دفاعات فالنسيا تعاين الأضرار في بداية المشوار. هذه هي كرة ليو من اليسار لليمين، أليكسيس سانشيز في موقع صعب جدا للتسجيل يتمكن من التهديف ويعطي الإسباقية الكتالونية في هذه الأوقات الكروية. هدف لصفر وربما بداية استعراض الناري للفريق الكتالوني اللي منه فالنسيا بدأ يعاني. شوف معاناة الحارس دياغو ألفيش.